لمتابعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة طنجة. أمطار الخير تتهطل على عروس الشمال منتصف الليل، أجواء جميلة وهادئة صراحة، أجواء تعمها قطرات الخير والبركة. اللهم بارك، الحمد لله، النعمة اللي كنتسناوها كاملين بفارغ الصبر، واللي كينتظروها المغاربة كاملين دائما وأبدا، اللي دائما كيدرع الله عز وجل أن يرزقنا غيثا نافعا وألا يجعلنا من القانطين. كما كنقولوا ربي حنين كريم، طبعا يستجب للعباد ديالو. فالحمد لله بعد انتظار طويل المغرب، الحمد لله، وبزاف ديال المناطق ترتوي بشكل كبير كبير جدا، فالحمد لله على هذه النعمه هذه. ايضا من غير مدينه طنجة شفنا بزاف ديال المناطق في المغرب واللي فيها امطار الخير والبركه، فالحمد لله على هذه النعمه هذه. فعلا في هذه الاثناء امطار قليله تتهاطل على مدينة طنجة، ولكن الخير في القليل. تقريبا في العشية في أوقات متفرقة كتطيح قطرات خفيفة، ولكنها فعلا كتروي الأرض، كتروي الطبيعة، المخلوقات بشكل جميل جدا جدا. فالحمد لله ما كنقوله دائما، واجب علينا أنه الحمد لله الله يسمح لك على التعليق السي جاود. هذه نعمة ديال سيدي ربي، واجب علينا أنه الحمد لله عز وجل، واجب علينا أنه نفكر الناس حتى هم الحمد لله عز وجل على هذه القطرات، لأنه هذه القطرات هذه اللي ربما كيشوفوها الناس عادية، راه كاين الناس اللي كيتمناو غير يشوفوها في الأحلام، راه ما كيلقاوهاش. فاحنا واجب علينا أنه الحمد لله عز وجل. أيضا متابعينا الأوفياء، ما تنسوش كتبوا لنا في هذا البث المباشر المدن اللي كتتابعوا منا هذا البث، وايضا واش عندكم شي استيوا ولا غير مدن الشمال. كما قلت من قبل، بزاف ديال المدن من غير عاصمه البوغاز مدينه طنجه، مثلا على سبيل المثال كالقنيطره الجديده، بزاف ديال المدن اللي محمديه، بزاف ديال المدن اللي طاحت فيهم امطار الخير. نشوف واش معنا الناس في هذا البث المباشر ديال هذه المدن، هذه المدن اللي تهطلت فيها امطار الخير والبركه. فعلا هذه هي مدينة طنجة، المدينة الجميلة معشوقة الملايين، أجواء جميلة وهادئة صراحة، أجواء ربما لن تشاهدها إلا في عاصمة البوغاز مدينة طنجة. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله متابعي الأوفياء في بثوث مباشرة أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.